সত্যনের মশাল বাহী প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি আপনারা কেমন আছেন? আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম লাকাদ কানা ফি ইউসুফা ওয়া ইখওয়াতিহি قال
لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب
قالوا يا أبانا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الله أكبر، لله تكبير، لله تكبير. ما شاء الله، بارك الله في حياتك يا شيخ، اللهم افتح عليك. ما شاء الله، ما شاء الله. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا لتنبئنهم بأمرهم هذا. الله، الله أكبر. ما شاء الله، اللهم افتح عليك. ما شاء الله، ما شاء الله. بارك الله في حياتك يا شيخ. وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا
نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وتركنا يوسف عند متاعنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين الله 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 لكم أنفسكم أمرا الله ما شاء الله فصبر فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر والله المستعان على ما تصفون وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة بالله تكبير قريها وجهك شاكر نزار مرحبا
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ। وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه لامرأته
المسيح أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لله تكبير لله تكبير الله أكبر اللهم افتح علينا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
الضالين صدق الله مولانا العظيم পাপড়ি টিভি হক্কানি ওলামায়ে কেরামের মুখপাত্র।